هنبدأ إن شاء الله نشرح الهيدا نيك باي سيستم. هنشوف أول حاجة ذا بون أوف ذا هيدا نيك، بعدك نيجي نشوف ذا ماسل أوف ذا هيدا نيك، ونيجي نشوف ذا كافيتيشن أوف ذا هيدا نيك أند ذا جلاند. وبعدك الكافيتيشن اللي هما النيزل كافيتي والأوربت والأورال كافيتي والإير والفارينكس واللارينكس والبوستيريور تراينجل والأنتيريور تراينجل أوف ذا نيك، وهنشوف الإنفرا تمبورال فوسة، دول كلهم ذا كافيتيشن. طيب بعد ما شفنا الكافيتيشن هنيجي طوالي نشوف شنو ال بلس سبلاي والنيرف سبلاي اوف ذا هيد اند نيك ان شاء الله. طيب هنبدا اول حاجه بالبون اوف ذا هيد اند نيك اللي هم عباره عن السكال والسيرفايكال فيرتيبرا. هنبدا اول حاجه بالسكال. السكال ات از سكيلتون اوف ذا هيد، هي عباره عن الهيكل العظمي بتاع الهيد. ات فورميد اوف 22 بون اللي هي مكونه من 22 بون، one movable bone and 21 immovable bone. طبعا هنا القاعدة في الاناتومي بتقول انه اي حاجات كثيرة لازم تعمل لها classification، فنحن ال 22 بون ديل كتار عملنا لهم تصنيف classification ل immovable و non movable. لقينا انه ال movable bone الوحيد الموجود في السكال هو الماندبل، اما ال immovable bone هم 21 بون. طيب ال 21 ديل هم ذاتهم كتار، عملنا لهم طوالي تصنيف classification، لقينا انه في وحدات بير زوجيات وفي وحدات شنو امبير، ما بنقول سنجل، سنجل دي حاجة عاطفية، فبنقول بير وامبير. البير بون عددهم 8 والامبير بون عددهم 5. الان بير بون اوف ذا سكال كلهم موجودات في الميد لاين، كلهم موجودات في المنتصف، اللي هو امسك اول واحدة الفرونتال بون موجودة في المنتصف، بعديها طوالي بنلقى في بون بنسميه الاسيمويد بون او البون الغربال المغربل شكل الغربال، فده الاسيمويد بون. خلاه مغربل ليه؟ لانه في نيرف اسمه الاولفاكتوري نيرف او العصب الاول بيخرمه عشان يمشي للسكال، فعمل شنو عمل شكل اخرام فبنسميها الكريبري فور باليت طبق اوف ذا اسيمويد بون، او اللي هو العظم اللي في النص الاسيمويد بون. اللي بعده في عظم ثاني بنسميه العظم المجنح، ليه؟ لانه عنده وينجز، عنده جنحين اللي هما الجريتر وينجز والليسر وينج اوف ذا اسفينويد بون، فده الاسفينويد بون عامل زي الفراشه. طيب البون اللي بعديه هو الاوكسيبيتال بون، وده موجود اخر واحد. بعد ذاك بنلقى انه في بون موجود في النيزل كافيتي جوا، جزء من النيزل سبتم، جزء من الحاجز بتاع النوز، بنسميه البومر. البومر فالامبير بون هم 5 بون اللي هم الفرونتال بون، اسيمويد بون، اسفينويد بون، اوكسيبيتال بون، اند بومر. اما الثمانية بير بون الايت بير بون اللي هم فيهم واحد رايت والتاني ليفت، اللي هم برايتال بون البرايتال والتيمبرال بون، تيمبرال برايتال تيمبرال احنا جايبين من فوق نازل لتحت برايتال تيمبرال. بعد ذاك بتلقى فيه اللاكريمال بون اللي هو ده البون اللي بتكون فيه اللاكريمال لاكريمال ساينس. بعد ذاك في الماكزيلري بون، ماكزيلري بون وده الماكزيلا. نلقى تاني في النيزل بون البلاتاين بون، والبون الاخير اللي هو بنسميه ذا انفيرير كونكي. انفيرير كونكي دي واحده برضو من البون اوف ذا نوز، لكن دي موجوده في اللاترال وول اوف ذا نوز اللي هي بنسميها الانفيرير كونكي. فعادي ممكن يسالك في الامتحان يقول لك all of the following are the part of the bone of the bare bone of the skull، كل الجهات دي عباره عن part من ال bare bone of the skull، ويجيب لك واحده مثلا الاوكسيبيتال، هتكون الغلط شنو؟ الاوكسيبيتال هي خطا، يعني يقول لك all of the following are the part of the bare bone of the skull except، هتكون شنو؟ الاوكسيبيتال ولا الاسفينويد ولا الاثيمويد ولا الفرونتال ولا البومر. في ناس تاني يقسموا السكال ل تو بارت، كرينيوم بارت وفيشل سكيلتون بارت. كرينيوم ده الجزء الموجود فيه المخ او البرين، وفيشل سكيلتون ده الفيس ده الوجه. فلقينا انه في بون بتكون الكرينيوم بارت واللي هي دي الجزء البون الفوق اللي هي الفرونتال بون والبرايتال بون والاوكسيبيتال بون والتمبرال بون والاسفينويد بون، دي عبارة عن the bone of the شنو of the cranium. اما ال bone of the face اللي هم النيزل بون واللاكريمال والماكزيلري و يعني الجزء التحت والماكزيلري والمانديبول. فلقينا ان الفيشل سكيلتون موجودات في الانتيرير وكلهم فيكسيد، كلهم مثبتات اكسبت اللي هو المانديبول او the lower the lower the lower mandible اللي هو الفك السفلي، the lower jaw الفك السفلي اللي هو بنسميه الماندبل هو الوحيد شنو الموفابل. طيب في ناس تاني قالوا لا، نحنا نقسم السكال دي ل نقسم البون دي على حسب الاسبكت، على حسب الاسبكت اوف ذا سكال،
يعني على حسب المنظر إيه انت شايفه. فلو انت شايف من فوق اللي هو بنسميه superior aspect, superior aspect, فدي بنسميها norma verticularis. norma معناه aspect, فبنسميها norma verticularis يعني انت شايف من فوق. اما لما تيجي تشوف من قدام بنسميها norma frontalis, انت شايف من الفرونت, norma frontalis. اما لما تيجي تشوف من lateral aspect بنسميه norma lateralis. من ال posterior aspect norma occipitalis, من ال inferior aspect norma بيزاليس, يعني من تحت انت بتقول سميها نورما بيزاليس. اما لما تفتح الكاب اوف ذا سكال, تشيل القبعة بتاعت السكال دي, بتلقى انه جوه السكال دي في تجويف, ده بنسميه الكرينيال كافيتي. كرينيال كافيتي اللي هو ده التجويف الداخل السكال بعد تشيل شنو سكال كاب, after removal of the skull cap. طيب هنمسك النورما دي نورما نورما, فهنبدأ بالنورما فيرتيكولاريس. نورما فيرتيكولاريس انت شايف الاسكال من فوق, دي اللي هو بنسميها superior aspect. فعندها اسم تاني بنسميها upper aspect او بنسميه الفولت, الفولت اوف ذا سكال. ففيها اي نورما لازم تتعلق على 3 حاجات, اللي هم البونز, البونز البونز فورم ات, اللي هي دي عبارة عن العظام اللي بتكونها, والسوتشر between this bone, السوتشر اللي هي الخيوط او السوتشر between this bone اللي هم دي الفايبرس تيشو اللي بيناتهم يعني. وتاني الحاجة الأخيرة اللي هي ال specific feature أو الحاجات شنو المميزة ليه المميزة أو المميزة والموجودة في هذه النورما. فهنبدأ بالنورما فيرتيكولاريس. البون اوف ذا نورما فيرتيكولاريس هم عبارة عن 4 بون. أول واحد فوق بنسميها الفرونتال بون القدام, بعد ذاك بنلقى فيه 2 برايات البون, 2 برايات البون, والأخيرة الأوكسيبيتال بون. الفرونتال بون بنلقاه anterior, الـ2 برايات البون اللي هما in each side بالجنبات ديل, والأوكسيبيتال بون اللي هي posterior. طيب بالنسبة للسوتشر between this bone اللي هما بنلقى انه between the frontal and the 2 برايات البون بنلقى فيه سوتشر بنسميه الكورونري سوتشر. كورونري جاي من كلمة كورونال, فكورونال معناه تاج, فالكورونري سوتشر معناه السوتشر التاجي. أو زمانك الإغريقيات كانوا بيلبسوا الطوق اللي بيمسكوا بيه الشعر ده, فكانوا بيلبسوه في نفس الحتة دي. فلما فتحوا السكال فتحوا الجمجمة, لقوا فتحوا السكال بعد ذاك فتحوا فروة الراس وفتحوا الجمجمة, بنلاقينا انه في سوتشر موجود في الحتة دي سميناه الكورونري سوتشر. بعد ذاك بنلقى انه between the two برايات البون, بين البرايات البون دي والبرايات البون التانية, بنلقى في سوتشر في النص, ده بنسميه السجيتال سوتشر. السجيتال سوتشر بعد ذاك between the two parietal bone and the occipital, between the two parietal bone and the occipital bone, بنلقى في سوتشر بنسميه اللامدويد سوتشر. اللامدويد سوتشر فالبون formed it frontal bone anterior, occipital bone posterior, parietal bone in each side, السوتشر coronary سوتشر, sagittal سوتشر and the lambdoid سوتشر. ده بالنسبة لشنو للبون and the سوتشر. نيجي نشوف النورما, نيجي نشوف اللي هي بنسميها الـ specific feature. طيب الـ specific feature بنلقى انه اتحاد الكورونري سوتشر والسيجيتال سوتشر, اتحادهم الاثنين في نقطة بنسميها الـ anterior frontanel او بنسميها الـ برجما او الـ anterior frontanel. والـ anterior frontanel اللي بتكون في الشفعة طبعا, لكن بتكفل بيحصل لها completely close او completely ossification at age of 18 months, بعد عمر 18 شهر. شنو الانتيرو فرونتانيل بتكون بيت كلها عبارة عن بون. اما بنلقى اتحاد اللامدويد سوتشر والسيدة سوتشر, بنلقى في حتة تانية بنسميها البوستيريو فرونتانيل, بوستيريو فرونتانيل او بنسميها اللامدا. اللامدا دي بعد تكفل, قبل ما تكفل بيسموها البوستيريو فرونتانيل, ودي بتكفل في عمر 6 شهور. الشافع يكون عمره 6 شهور هي بتكفل. طيب اعلى نقطة في السكال واللي هي بتكون بتوين ذا بتكون في السجيت السوتشر, لكن بتوين اول ميد بوينت بتوين ذا كروناري اند لامدويد, بتوين ذا كروناري سوتشر اند لامدويد سوتشر, اعلى حتة دي بنسميها الفيرتكس. الفيرتكس فالفيرتكس حاجة مهمة شديد, لانه بعدين في الديليفري او في الليبر بيعرفوا يقول لك الزول ده جايب الفيرتكس اللي هو جايب شنو باعلى نقطة دي, وهي ذا هايست بوينت. طيب بعد ذاك لما نيجي نشوف الفرونتال بون, بنلقى انه فيها هضبتين طالعات لبرا كده, اللي هي دي بنسميها تو فرونتال ايمينانس, تو فرونتال ايمينانس.
في البراية البون برضو في هضبتين بنسميهن التو براية الإيمينس، يعني عندي نتوئين اللي برا كده اللي هما إيمينس معناها هضبة، أما فوفيا معناها وادي. فإيمينس اللي هما تو فرونتال إيمينس، وعندي تاني تو براية الإيمينس موجودات في البراية البون، وعندي تاني في البراية البون في أخرام صغيرة فورامين صغيرة عشان يجي يخش بيها الفينس أول فينس الجايبة الدم من السكالب اللي هي الفروة بتاعة الرأس فوق، بيكون فيها دم لأنها فيها تيشو بتتغذى بالدم طبعا، لكن الفينس درينج اوف ذيس سكالب بنسميه هنا الاميشري فينس. فبنلقى الاميشري فينس دي عندها فورامين بنسميها الاميشري فورامين مجدعة في السكالب. فبنلقى في البراية البون في تو اميشري فورامين، في البراية البون بنلقى انه تو في تو براية الاميشري فورامين. طيب لما نمشي للنورما اوكسيبيتاليس، النورما اوكسيبيتاليس دي يعني اللي هي البوستيريور اسبكت اوف ذا سكال، فبنلقى في بون فورم ذيس نورما اللي هم في تو برايت البون بنشوفهم برضو من ورا، التو برايت البون، وبنلقى في الاوكسيبيتال بون، الاوكسيبيتال بون، وبنلقى في التيمبورال بون، يعني في فور بون تو برايت البون، بنلقى فايف بون تو برايتال تو تيمبورال اند وان اوكسيبيتال، بنشوف التو بارايتال. لكن بالنسبة للتيمبورال بون، التيمبورال فيه فور بارت، التيمبورال بون فيه أربع أجزاء، فيه السكويماس والبيترس بون وفيه الستايلويد بون والماستويد، الماستويد والبيترس والسكويماس، السكويماس وشنو والماستويد. فبنلقى انه في النورما اوكسيبيتاليس بتشوف فينو التو ماستويد تيمبورال بون، لكن ما بتشوف باقي شنو السكويماس و البيترس بون وشنو بتاعت شنو بتاعت السكال بتاعت التيمبورال بون. طيب بعد ذاك بنلقى الاوكسيبيتال بون ما بتشوفها كلها، بتشوف فيها السكويماس بارت، فهي فيها بازيلر بارت وسكويماس بارت، فتح شوف السكويماس بارت اوف شنو اوف ذا اوكسيبيتال بون، دي بيكون شنو بيلو ان بيهايم، يعني بيكون لورا ونازل لتحت، ده الاوكسيبيتال. اما التيمبورال بيكون ايتش سايد، البرايتال بيكون شنو ان ابوف، يعني بيكون فوق زي ما ظاهر في الصورة. طيب السوتشر بتوين ذيس بون اللي هم بنلقى في اللامدود سوتشر اللي هم ذكرناه اللي هو ذكرناه في النورما فيرتيكولاريس، فده بيكون بتوين ذا برايتال بون اند ذا اوكسيبيتال بون، بتوين ذا برايتال بون اند اوكسيبيتال بون. تاني بنلقى في سوتشر بتوين ذا ماستويد بارت اوف تيمبورال بون اند ذا سكويماس بارت اوف ذا شنو اوف ذا اوكسيبيتال بون، السوتشر ده بنسميه اوكسيبيتو ماستويد سوتشر، اوكسيبيتو لانه بتوين الاوكسيبيتال بون والماستويد فبنسميه اوكسيبيتو ماستويد سوتشر. فدي بالنسبه للسوتشر اوف ذا نورما اوكسيبيتاليس، نقوله سريع، بون اوف ذا نورما اوكسيبيتاليس برايت تو برايتال بون تو ماستويد تمبورال بون سكويماس بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، سوتشر بتوينهم اللي هم اللامدويد سوتشر والاوكسيبيتو ماستويد سوتشر. طيب بالنسبه للسبيسيفيك فيتشرز اوف ذا نورما اوكسيبيتاليس، بنلقى في اكسترنال اوكسيبيتال بروتروبيرانس، بروتروبيرانس او لامينا اللي هي دي عباره عن النتو اللي بيكون في البون. فالاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبيرانس اللي هو دي النتو الطالع من البون حبه زي الامينس كده زي الهضبه، لو انت هبشت راسك من ورا تحت لللامدويد لللامدا تحت لللامدا طوال مباشره، لو هبشت راسك بتلقى انه في بروز كده لبرا اللي هو دي بنسميها الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبيرس، المكان بتاعها بالضبط كده ميدوي بتوين ذا لامدا اند ذا فورامين ماجنا، في حفره كبيره بتكون بتحت في السكال بيجي خاش بيها السباينال كورد بنسميها الفورامين ماجنا. فمنتصف المسافه بتوين اللامدا والفورامين ماجنا بنلقى انه عندي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبيرس، منتصف الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبينس اللي هو دي النقطة اللي بنسميها الانيون، الانيون هي النقطة الموجودة في السنتر اوف ذا شنو اوف ذا لامدا السنتر اوف ذا اكسترنال اوكسيبيتال بروتروبينس، بنلقى انه في عضلة بتطلع منها اللي هي بنسميها ترابيزيوس ماسل، وفي ليجامنت اللي هي بنسميها النوكال ليجامنت، نوكال ليجامنت بتجي بتمسك وين في الابر بارت اوف ذا اكسترنال اوكسيبيتال بروتروبينس، يعني اول سبيسيفيك فيتشر اكسترنال اوكسيبيتال بروتروبيرس. تاني عندي اكسترنال اوكسيبيتال كريست، اكسترنال اوكسيبيتال كريست، كريست حته عاليه كده او منحدر حاجه عامله زي شكل القوس من البون، فده بنسميه اكسترنال اوكسيبيتال كريست، ده بيكون
موصل لي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس مع الفورامين ماجنم مع البوستيرير بوردر اوف ذا فورامين ماجنم، حته عاليه عامله شكل القوس، موصل لي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس مع الفورامين ماجنم. طيب والمهمه بتاعتها شنو؟ انه بيديني اوريجين اوف ذا ليجمنت، جزء من الليجمنت بنسميها النوكا الليجمنت، نوكا الليجمنت، نوكا الليجمنت دي مهمه شديد. بعدين في الالتراساون لما المرأة تكون حامل في الشهر الثامن او كده بيجي بيشوف النوكا الليجمنت دي، لو لقوها ترانسلوسنت يعني ما فيش ما ظاهره في الالتراساون ممكن يعني دي مور سسبشن انه يكون شنو، انه يكون ده داون سندروم، يعني الشافعه دي عندها داون سندروم او يعني المولود ده يكون عنده داون سندروم. طيب عندي تاني حاجه بنسميها السوبير نوكال لاين اللي هو it is a bony ridge extended from the external occipital protuberance لحد ما يصل للماستويد بروسيس اوف ذا تمبورال بون، اللي هو ده عباره عن خط لاين معناه خط بيطلع من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس لحد ما يصل لك للماستويد بون، فده بيسميه السوبيرو نوكال لاين. تحت له طوالي في منتصف الكريست ان ذا ميدل بارت اوف ذا اكسترنال اوكسيبيتال كريست بنلقى انه وفي يعني بيكون برر تو ذا سوبيريو نوكال لاين، ده بيكون موازي للسوبيريو نوكال لاين بنسميه الانفيريو نوكال لاين، انفيريو نوكال لاين. في واحد موازي للسوبيريو نوكال لاين ده لكن بفوق له بنسميه الهايست نوكال لاين، الهايست اللي هو الاعلى او العلو الجديد، الهايست نوكال لاين. فعندي 3 نوكال لاين، سوبيريو نوكال لاين، انفيريو نوكال لاين، اند ذا هايست نوكال لاين. عندي تاني اكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس واكسترنال اوكسيبيتال كريست. عندي في الماستويد بون، في الماستويد بون في تو فورامين بنسميهم الماستويد اميشري فورامين، ماستويد اميشري فورامين. فده بالنسبه للسبيسيفيك فيتشر الموجوده في النورما اوكسيبيتاليس، اكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس، اكسترنال اوكسيبيتال كريست، 3 نوكال لاين، سوبيريور انفيريور اند ذا هايست نوكال لاين، وماستويد اميشري فورامين. طيب نيجي نشوف النورما فرونتاليس، نورما فرونتاليس it is anterior aspect of the skull، هي موجودة في الانتيريور اسبيكت لما تيجي تعاين للسكال شنو من قدام. في بون فورمد ذيس نورما اللي هم عبارة عن ذا فرونتال بون، ذا تو زيجوماتيك بون اللي هم ديل الزيجوماتيك بون اللي هم عظام بتاع شنو بتاعت التشيك اللي هو الخدود، والتو ماكزيلري بون اللي هو الفك العلوي، وتو والمانديبولر بون، والمانديبولر بون يعني فرونتال بون، زيجوماتيك بون، ماكزيلاري بون، اند ذا مانديبولار بون، دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ذا بون اوف ذا نورما فرونتاليس. بتوين ذيس بون بنلقى انه في سوتشر، سوتشر تاني برضو زيادة اليوم النيزل بون ما كاتبه هنا، زيادة اليوم النيزل بون. طيب بتوين ذيس بون بنلقى في سوتشر، سوتشر دي الفايبرس تيشو او الفايبرس جوين بتوين ذيس بون، فبنلقى انه في سوتشر بنسميه الميتوبيك سوتشر، ميتوبيك سوتشر، وده بيكون between the two half of the frontal bone لكن بيختفي تماما بعد الزول يكبر، اللي هو ده بيكون موجود في 9% بس قال لك من our population من سكان العالم، اللي هو ده بنسميه ظاهر في الصورة عامل لك فيه سهم اللي هو بنسميه الميتوبيك سوتشر، الميتوبيك سوتشر. عندي سوتشر تاني بيكون between the frontal bone والنيزل بون بنسميه فرونتونيزل سوتشر، فرونتونيزل سوتشر. عندي سوتشر تاني بيكون بين الفرونتال بون والماكزيلري بون بنسميه فرونتو ماكزيلري سوتشر، فرونتو ماكزيلري سوتشر. وعندي سوتشر بيكون بين الفرونت بين الماكزيلري بون والزايجوماتيك بون، بين الماكزيلري والزايجوماتيك، ده بنسميه زايجوماتيكو فرونتال سوتشر، زايجوماتيكو فرونتال سوتشر. تاني عندي سوتشر بيكون في من بيكون بين ذا تو ماكزيلري بون، بين معناه انتر، تو ماكزيلري بون بنسميه انتر ماكزيلري سوتشر، انتر ماكزيلري سوتشر. فده بالنسبه لشنو؟ للسوتشر اوف ذا نورما فرونتاليس. بنلقى انه في بارت اوف ذا نورما فرونتاليس، النورما فرونتاليس مقسمه لي بارت، مقسمه لي ابر بارت وميدل بارت وانفيرير بارت. الابر بارت ده اللي بنسميه الفور هيد، فور هيد اي دي الجبهه فوق، والميدل بارت اللي هو كنت متكون من سيري كافيتي اللي هم الاوربيتال كافيتي الرايت والليفت طبعا والنيزل كافيتي، فده بنسميه الكافيتال الكافيتيشن بارت، الكافيتيشن بارت. الجزء الأخير بنسميه الجو بارت أو اللور بارت، وده بيكون فيه الأبر جو واللور جو، الأبر جو واللور جو، ده بالنسبة للبون والسوتشر and the part of the norma frontalis. طيب بالنسبة للspecific feature of the norma frontalis بنلقى أنه فيه two frontal eminence، two frontal eminence، وده it is the most prominent area in the forehead.
اكتر حته عاليه في الفورهيد دي بنسميها الفرونتال ايمينس، ظاهره في الصوره كاتبين عليكم فوق فرونتال ايمينس. طيب بنلقى انه قصاد للحاجب اللي هو بنسميه الاي برو، قصاد له في حاجه بنسميها السوبر سيلري ارش. سوبر سيلري ارش دي بيكون في البون، ده عباره عن الاليفيشن او الارش الموجود فين، موجود بفوق للاوربت، بفوق للاوربت. بتوين ذا تو سوبر سيلري ارش، بتوين ذا تو سوبر سيلري ارش بنلقى في حاجه بنسميها الجلابيلا. الجلابيلا هي عباره عن البروتو او الاليفيشن اللي بيكون بتوين ذا تو سوبر سيلري ارش. بنلقى انه في حاجه بنسميها النيزيون، النيزيون واللي هو دي عباره عن النقطه اللي بتتحد فيها الانتر نيزل سوتشر، اللي هم ده السوتشر بتوين ذا تو نيزل بون اند ذا فرونت نيزل سوتشر، اللي هو ده السوتشر اللي بيفصل الفرونتال بون من النيزل بون، فده بنسميه النيزيون، النيزيون. طيب تاني عندي فرامين حفرة، الحفرة دي بتكون بفوق أو نوتش، نوتش اللي هو دي حفرة لكن فاتحة من جهة بنسميها نوتش. النوتش دي بتكون بتوين بتكون في الأبر مارجن أوف ذا أوربت أو الأبر أور الأبر الأبر أوربت المارجن، والفرامين دي بنسميها السوبرا أوربتال سوبيريور أوربتال فرامين او السوبيريور اوربيتال نوتش، سوبيريور اوربيتال نوتش. بعد ذاك السوبيريور اوربيتال نوتش دي بتتقفل بليجامنت، يعني بتجي ليجامنت بتقفل الحته الفاتحه منها دي وبنسميها السوبر سيلري لا السوبر اوربيتال ليجامنت، السوبر اوربيتال ليجامنت. السوبرا اوربيتال ليجامنت دي السوبرا اوربيتال ما سوبر سوبرا السوبرا اوربيتال ليجامنت دي بتحول لي السوبرا اوربيتال نوتش دي لحفر عديد بنسميها السوبر اوربيتال فورامين، سوبرا اوربيتال فورامين. السوبرا اوربيتال فورامين دي بتسمح لي بانه يجي مار خلاله سوبرا اوربيتال نيرف عن سوبرا اوربيتال فيزلز، سوبرا اوربيتال نيرف عن سوبرا اوربيتال فيزلز. هنيجي نفصل شويه عن الابر جو واللور جو اللي هو الماكسيلاري بون والمانديبول او المانديبولار بون. فهنبدا بالتو ماكسيلاري بون، التو ماكسيلاري بون articulated together بيتحدوا مع بعض in the medium plane، بيتحدوا مع بعض في المنتصف. بيكونوا لي forming the upper jaw، بيكونوا لي الفك السفلي، وبيكونوا جزء كبير من شنو الفاشل سكيلتون او الهيكل العظمي للفيس. each maxillary bone اي maxillary bone عنده frontal process اللي هي دي ماشية لقدام، وعنده zygomatic process ودي ماشية للزيجوماتيك بون، وعنده orbital بروسيس ودي ماشية للأوربت، وعنده تاني اللي هي دي الفرونتال بروسيس، والفرونتال بروسيس دي ماشية للفرونتال بون عشان تعمل ارتكيليشن مع الفرونتال بون، الزيجوماتيك بروسيس عشان تعمل ارتكيليشن مع الزيجوماتيك بون. تاني عندي أوربتال بليت، أوربتال بليت وده بيمشي لشنو للأوربت. والحاجة الأخيرة اللي عندي اللي هي بنسميها الألفيولر بروسيس، الألفيولر بروسيس ودي اللي بتعمل لي الأبر الفيلر بروسيس الابر الفيلر سوكيت اللي هو ده اللي بتنزل فيه شنو الابر تيس اللي هو السنون بتاع الفك السفلي الفك العلوي. طيب فقلت عنده بودي و البودي فيه تو ماكسيلري ساينس اللي هو فيه جيبين، جيبين بنسميه الجيوب الانفيه اللي هم مسمين الماكسيلري ساينس، فالبودي فيه تو ماكسيلري ساينس. تاني قلت عندي تو فرونتال بروسيس وده اللي بيعمل ارتكيليشن مع الفرونتال بون عن طريق عن طريق سوتشر بنسميه فرونتو ماكسيلري سوتشر، بنلقى انه فيها جزء من شنو او بتعمل ارتكيليشن مع اللاكريمال بون. طيب تاني بعد ذاك قلنا عنده عنده تاني الفيلر بروسيس، والالفيلر بروسيس دي فيها 8 تيس فيها 8 شنو 8 اسنان 16 ان بوس مولر 16 ان بوس ماكسيلري، اي ماكسيلا بيكون فيها شنو 8 الاثنين مع بعض بيعملوا 16، 16 في الابر جو و16 في اللور جو، عدد الاسنان كلهم عبارة عن 32 تيس، 32 تيس. الابر جو قلنا 16 دي المقسمات لانسيسور، انسيسور دي القواقع، والكنين الانسيسور والكنين دي الانياب، والبري مولر والمولر، بري مولر دي قبل الاضراس والمولر. فالانسيسور اللي هم عبارة عن 2 رايت ليفت لا ميديان ولاترال، ميديان المنتصف واللاترال هن 2 بجاي 2 بجاي بيعملوا 4 في النص ديت، وبغادي لهم طوال بنلقى في الكنين، الكنين اللي هم الكنين 2 بنلقى في 2 بريمولر 2 بولومولر
وبنلقى فيه التو بنلقى فيه الثري مولر، التو بري مولر والثري مولر. فالانسيسور هم اتنين، الكنين كده بيجوا ثلاثة، التو مولر بيجوا أربعة وخمسة، بعد ذاك الثري مولر هيعملوا لك ستة وسبعة وثمانية تيس ان ايتش ماكزيلا، ده بنسميه شنو الالفيلر بروسيس. الحاجات دي موجودة وين؟ في الالفيلر بروسيس. طيب عندي حاجة بنسميها الانتيريو سيرفيس. الانتيريو سيرفيس هو السطح الخارجي ده للماكزيلا او الماكزيلا ريبون، بنلقى انه فيه سباين، فيه شوكة صغيرة موجودة في الانتيريو نيزل ابريتشر اللي هي الفتحة الخارجية للنوز دي، بنسميه الانتيريو نيزل سباين، الانتيريو نيزل سباين ال ANS الانتيريور نيزل سباين. طيب بنلقى في بفوق للكنين، بفوق للكنين بفوق للأضراس بنلقى في إيمينس، هضبة عالية بنسميها الكنين إيمينس. بعد ذاك في الكنين فصة، وفي بفوق للإنسيسور طوالي برضه في فصة بنسميها الإنسيسور فصة، الإنسيسور فصة. ده بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لتفاصيل بسيطة عن شنو؟ عن الماكسيلاري بون. طيب نيجي نشوف برضو معلومات بسيطة كده عن المانديبول. المانديبول it is the bone of the lower jaw اللي هو ده عبارة عن عظم الفك السفلي، وهو عبارة عن the only movable bone of the skull، هو الجزء الوحيد اللي بيتحرك بالنسبة لشنو للسكال. بيتحرك ليه؟ لأنه المفصل بتاعه بينه وبين التيمبرال بون اللي هو عبارة عن synovial joint، synovial joint، و synovial joint هي عبارة عن the only movable joint. طيب it is formed of two ramus and body، يعني بيتكون من body and two ramus. نبدأ أول حاجة نفصل في البودي. The body of the mandible عنده two surface و two border، two surface و two border. ال two surface anterior surface أو outer surface و inner surface، أما ال two border upper border و lower border، ضلع فوق وضلع تحت. ال upper border فيه ال alveolar margin أو الغوص اللي بيكون ليه شنو ال alveolar margin أو ال alveolar process اللي هو بتكون فيه شنو التيس، التيس برضه عبارة عن شنو 16 تيس، بيكون سوكت عشان يكون شنو كاري تو ذا تيس، فعدد التيس 16 تيس. طيب اللور بوردر هو الضلع تحت بنسميه ذا بيز اوف ذا مانديبول، ذا بيز اوف ذا مانديبول بيكون مواصل تحت وبيرجع لورا طوالي عشان لحد ما يواصل ذا ريموس اوف ذا مانديبول، او بنسميه الانفيريو بوردر اوف ذا ريموس اوف ذا مانديبول. طيب بنلقى فيه فصة قدام، أول حاجة بنلقى فيه فصة ظاهرة في الصورة بنسميها الدايجستيف فصة، دايجستيف فصة، ودي بتيجي ماسكة فيها عضلة بنسميها الدايجستيريك، بنسميها الدايجستيريك فصة، وبتمسك فيها عضلة بنسميها الدايجستيريك ماسل اللي هي كان عندها انتيريو بيلي وبوستيريو بيلي، عندها طرف قدام وطرف خلفي. فالانتيريو بيلي اوف ذا دايجستيريك ماسل بيجي بيطلع من شنو؟ من الدايجستيف، من الدايجستيريك فصة، من الدايجستيريك فصة. طيب اما بالنسبه للاوتر سيرفيس، السيرفيس الخارجي ده ففيه شوينج سم ستراكشرز اللي هم فيه سيمفيسز مين تاي اللي هي دي عباره عن شنو، عباره عن جوين بتوين ذا مانديبل رايت اند ليفت بنسميها سيمفيسز مين تاي. وتاني السيمفيسز مين تاي فيها بروز صغير كده، لو هبشتها دقنك بتلقى انه فيه بروز صغير كده بنسميه المينتال برو تروبيرانس، المينتال برو تروبيرانس. طيب بتلقوا انه لاترال للمنتال بروتروبينس، لاترال ليها بتلقى فيه فورامين صغيره بنسميها المنتال فورامين، المنتال فورامين، وبيجي مع الربيع شنو ترانسميت ذا منتال نيرف اند منتال فيزلز، اي فورامين لازم تكون عارف بيجي مع الربيع شنو، فدي ترانسميت ذا منتال نيرفز اند منتال فيزلز. طيب بعد ذاك بنلقى انه في لاين خط بنسميه الاوبليك لاين، الاوبليك لاين، وده برضه بيكون في الاوتر سيرفيس. الاوبليك لاين ظاهر في الصورة الأولى اللي هو ده امتداد الانتيريو بوردر اوف ذا ريموس اوف مانديبول، انتيريو بوردر اوف ذا ريموس اوف مانديبول. طيب زايد بنلقى تاني في الانر سيرفيس في السطح الداخلي بنلقى انه في تيوبركل، تيوبركل اللي هي عبارة عن نتوءات صغيرة موجودة في الزاوية بتاعت المانديبول في الجين اوف ذا مانديبول قاعدة قدام، يعني بنسميها الجينيال تيوبركل، الجينيال تيوبركل اللي هم عبارة عن ابر جينيال تيوبركل واللور جينيال تيوبركل. طيب بعد ذاك عندي لاين خط بنسميه المايلو هايويد لاين، مايلو معناه مصل، هايويد معناه هايويد بون، معناها دي العضلة اللي بتطلع من الانر سيرفيس اوف مانديبول وبتمسك في الهايويد بون بنسميها مايلو هايويد ماسل، بتطلع من اللاين هنا خط هنا بنسميه المايلو هايويد لاين.
بفوق للمايلو هايويد لاين ده في فصة، وبيتيحت له في فصة. الفصة اللي بفوق له بنسميها السب لينجوال فصة، والفصة اللي بيتيحت له بنسميها السب مانديبولار فصة، يعني دي سب لينجوال فصة وفيها السب لينجوال جلاند والسب مانديبولار فصة ودي فيها السب مانديبولار جلاند. طيب بالنسبة للأطراف أو زريمس أوف ذا مانديبول، زريمس أوف ذا مانديبول it is project upward on either side of the posterior part of the body of the mandible. من كل body of the mandible من ال posterior side من يعني من الخلف اللي هو كده بنلقى فيه طرف أو زائد بنسميه زريمس، زريمس of mandible. أي ريمس فيه four border وفيه two surface و two process. ال four border الأربع أضلاع anterior border لقدام و posterior border superior border inferior border، ما هو أصلا شكله مربع كده، ففي superior border inferior border posterior border anterior border موضحات في الرسمة. تاني عنده two surface outer surface و inner surface، outer surface و inner surface. عنده two process، process قدام بنسميه الكونويد process و process ورا بنسميه الكوندايلويد process. يعني عنده two process كونويد process وكوندايلويد كورونويد بروسيس وكوندايلويد بروسيس كورونويد وكوندايلويد بروسيس. between the كورونويد and كوندايلويد بروسيس في بداية اللي هو بنسميه superior border، بنسميه superior border. بالنسبة لل inner surface، ال inner surface of the ramus of mandible فيه حاجتين مهمات، وحاجة كده نتو كده عامل زي اللسان بنسميه the lingula، the lingula process which is the smallest tongue like process موجود وين في ال inner surface of the ramus of the mandible. تاني تحت ليها بنلقى تحت لللينجولا دي بنلقى في جروف ظاهر في الصورة تحت دي اللي هي بنسميه المايلو هايويد جروف، مايلو هايويد جروف. فعندي لينجولا ومايلو هايويد جروف، وعندي كوندايلويد بروسيس وكورونويد بروسيس. عندي upper border lower border medial border upper border lower border anterior border and posterior border. امتداد ال anterior border بيعمل لي ال oblique line، امتداد ال anterior border بيعمل لي ال oblique line، وامتداد ال posterior border بيدخلني في ال inferior border of the body of the mandible، inferior border of the body of the mandible.